خوتي وحبابي، السلام عليكم ورمضانكم مبارك سعيد. الله يدخلوا عليكم كاملين بالصحة والسلامة وطاعة الله وبالرزق الوافير ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيف ما شفتوا في العنوان، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم التقضية ديال رمضان، وفليكن في العلم ديالكم ان هذه التقضية اللي درت هي داك الشيء فقط اللي ناقصني في الدار، لانه كاينين بزاف ديال الناس غيدخلوا في هذا الفيديو غيقول لك فين الطحين، فين السكر، فين الزيت، فين داك الشيء كامل، يعني اللي ما نذكروش لكم في هذا الفيديو داك الشيء كامل. ولله الحمد كامل عندنا متوفر عليه، لانكم اللي خاصكم تعرفوا انه هنايا في كندا فماشي بالمغرب تقضيه كنتقداو كل نهار بنهارو، فهنا التقضيه باش كنتقداو تنتقداو بالكثره. على سبيل المثال نوريكم مثلا غير الزيت شحال عندي ديال الزيت بالنسبه للناس اللي كيقلبوا غير من يشدوك. المهم هذا مثال بسيط، الناس اللي يقول لك فين الزيت، فين السكر، فين الملحه، فين داك الشيء اللي تيكون اساسي. ها نتوما الزيت شحال عندي، ها نتوما بيدو راه بيدو راه ثلاثة ديال البيدوات اللي هي اللور، شو الملح كيم السكر كيم ستف، شو شحال ديال السكر، هادي كولا بكية فيها جوج، ها شحال ديال السكر، شوف ها الملحة، ها الزيت البلدية الوزانية ديال المغرب كيف ما كتشوفوا، ها الزيت البلدية. زيد عاوتاني بالنسبة لي باط و لي صوص طوماط وداكشي ديال القطنية، راه تما كاين الجلبانة، اللوبيا، العدس، كلشي كاين تما. بالنسبة للطون ها هو الطون معلب كيف ما كتشوفوا. فوالا زياده على هذا الشيء اللي غيسولني على الطحين، السميده الى اخره، كذلك حتى السميده عندي متوفره، الرز بسماتي كذلك، كل شيء كاين ولله الحمد. بالنسبه اللي غيقول لك فين الطحين، فين الرز، فين داك الشيء الاخر، ها هو الرز بسماتي، ها نتوما كما كتشوفوا هنا راه كاين الفينو يعني الطحين الصفار، كاين السميده، كاين كل شيء ولله الحمد. ها هو الطحين ديال الفورس كما كتشوفوا، ها هي انا راه كاين 10 كيلو ديالها كتهز 10 كيلو، فوالا كما كتشوفوا يعني كل شيء كاين. عاد زياده على هذا الشيء الكونجيلاتور، يعني في داك الشيء اللي كيحتاجوه الناس يعني في الحياه ديالهم اليوميه، بحال الدجاج، بحال اللحم ديال الطاجين، بحال الكفته، كل شيء كاين ولله الحمد. فقط في هذه التقضيه هذه غادي نبارطاجي معاك داك الشيء اللي ناقص، والاهم من هذا الشيء هو انه غادي تعرف الثمن ديال هادشي كامل اللي تقديته، وكذلك غادي نعطيك حتى الثمن ديالو بالدرهم المغربي باش تعرف هاد التقديه هادي كامله شحال تقامت علينا يعني بالدرهم المغربي، وانتوما غادي تاخذوا واحد الفكره وغادي تعرفوا فين كاين الغلاء اكثر، يعني التقديه يعني مثلا هاد التقديه هادي الا خديتوها في المغرب بشحال غادي تقام عليكم. المهم الخوت على بركه الله غادي نبداو باول قفه اللي هي هادي الامام ديالي، واول حاجه غادي نبداو بها لا فاكتور، حتى الاخر عاد نبارطاجي معكم ها هي لا فاكتور، حتى الاخر غادي نبارطاجي معكم يعني التوتال اللي هنا شحال كاين في هاد لا فاكتور هادي. اول حاجه غادي نبداو بها التمر اللي كناخذو كل عام، انا كناخذ هذا التمر هذا السياده كناخذو ب 7 دولار من مارشي بونانزا. هنا كاينين ثلاثه ديال المارشيات مشيت ليهم، مشيت الكوسكو ومشيت لمارشي بونانزا ومارشي اطلس اللي غتلقاو فيه اي حاجه عندها علاقه بداك الشيء ديالنا حنايا كمغاربه، اي حاجه بغيتوها يعني ميريندينا، كتعرفوا ميريندينا، الا تشهيتوا ميريندينا وبغيتوها هنايا في كندا غادي تلقاوها في مارشي بونانزا. لي برودوي ديال المغرب مثلا اللي بغيتوا، ضامات البنه ديال المغرب، بغيتوا القهوه ديال المغرب، بغيتوا اتاي ديال المغرب، كلشي غادي تلقاوه في مارشي اطلس. المهم هذه هي التمر اللي خدينا، يعني الحاجه الاساسيه اللي كنحتاجوها في رمضان. التمر هذه فيها كيلو خديتها ب 7 دولار كيف ما كتشوفوا، هادي هي الماركة، هاد التمر هذا الخوت ديال تونس، هاد الماركة هادي اللي خديت ديال تونس، هاد التمر هذا. كذلك شنو خدينا عاوتاني؟ خدينا عاوتاني أهم حاجة عاوتاني في رمضان اللي كيحتاجوها الناس، خصوصا أن رمضان يعني كيحتاج إنسان السوائل، يعني كيحتاج السوائل، وهاد السوائل هادي فين غادي نلقاوها؟ كنلقاوها في ليجو، يعني في العواصير. وأحسن حاجة خدينا هي كناخدو لي فخوي كونجلي، يعني كيسهلوا لك المأمورية، يعني كتاخذ فخوي يعني واجدين ديجا بريباري مقطعينهم لي طرونشي كذلك، يعني كيسهلوا لك بزاف انك عاد تاخذ لي فخوي تيكونوا فخيش، خاصك عاد تنقيهم عاد تبريباريهم، ما كيصبروش بزاف، لهذا حنا كناخذوا لي فخوي كونجلي. هنايا شنو كاين؟ هنا كاين المونغ كيف ما كتشوفوا، هنا كاين المونغ، فوالا كاين المونغ هنايا. عاد خديت عاوتاني زياده على المونغ، خديت هنايا الفخيز، فوالا كما كتشوفوا هنايا كاين الفخيز، ها هو الفخيز هذا. وخديت اوسي لابيش، الخوخ، هنا كاين الخوخ،
يعني هنايا تيكونوا ديجا كونجلي، يعني كتاخذهم كتزيد معاهم يا اما سيترون ولا الليمون، ولا كتزيد معاهم مثلا الحليب وانت كتعصرها وعندك واحد الجي اللي زوين. خدينا هادشي وخدينا كذلك فروماج، خديت هاد الجوج هادو ديال الفروماج فوالا كما كتشوفوا، خديت هاد الجوج هادو ديال الفروماج ديال هاد الماركه هادي. ها حنا كنديروا لها اشهار فابور فوالا كما كتشوفوا، اول مره غنجربو مولف انا كناخذ لاباش كيغي، مي دابا خديت انا هادي كما كتشوفوا، خديت جوج كاين شحال فيها، فيها 360 غرام، 24 حبه هنايا و24 حبه هنايا، يعني 48 فرماجه كاينين في هاد الجوج هادو. شنو خديت عاوتاني؟ خديت الحمص الحريره، ها هو الحمص ديجا واجد، ها هو الحريره، خديت هاد الجوج هادو ديال الحمص، هادو ديال الحريره، هادو واقيلا خديتهم شي دولار وناس ولا شي حاجه بحال هكاك، ها هو دولار ونص، هذا ديال الحمص ديال الحريره، يعني هادشي اللي كيتحتاج في رمضان بزاف. هاد الكفه هادي سالينا منها. هنايا شنو خديت؟ انا خديت باون شوكولا، هادي اربعه ديال الوحدين ب 7 دولار، اربعه ب 7 دولار، راه تبان لكم مقلوبه، اربعه ب 7 دولار. انا نفتحها نوريكم كي داير. هادو خديتهم من مارشي اطلس، مارشي اطلس خديت منو الشباكيه، خديت منو البريوا، اي حاجه خطرت على بالكم كتشوفوا مارشي اطلس، يعني كتاخذوها خصوصا الجاليه المغاربيه، يعني اي حاجه حتى لي برودوي ديال لي زالجيريان لي تونيزيان كتلقاهم في هذاك مارشي اطلس. شوكولاتي هو هادو، هو هادو خديت اربعه من هادو باش كنبداو في البدايه ديال رمضان، ما كنبغيش ناخذ منهم كثره حيت فاش كيبقاو مده طويله ما كيبقاش عندهم داك التكستور ديالهم كيف ما فاش يكونوا جداد، بحال دابا هادو الا خارجين من الفران فوالا كما كتشوفوا. خديت اربعه من هنايا وخديت من مارشي اطلس واحد الحاجه اخرى عاوتاني، بلاتي قبل باش ما ترونوش نرجعوا هادشي للقفه باش تبقى لنا بلاصه، هادشي ديال اللي وريتكم في الاول، فرماج، تمار، لا فاكتور غنخليها تما حتى الاخر، وغادي نديرو التوتال ديال لي فاكتور كاملين. خديت عاوتاني هاد اللعيبه هادي، بلاتي نحلوها، واحد الحليوات هنايا زوينين، بلاتي غنحلها ونوريها لكم. فوالا خديت هاد النجيمات هادو، خديت منو كذلك اربعه هاد النجيمات هادو كيفاش دايرين فوالا. بالنسبه للناس كذلك بين قوسين اللي يقول لك حكا انت كتورينا هذا الشيء كتعيق علينا الى اخره، فرمضان رمضان ديال العباده ماشي ديال الماكله الى اخره، كنقول لك شكرا على المعلومه، ما كنتش عارفه اول مره كنسمع بها، شكرا على المعلومه، الله يزيدها في ميزان الحسنات ديالتك. حنا هذا الشيء كنديروه للناس اللي هي باغا تجي هنايا باش كتكون عندها انه واحد الفكره على العيش هنا في كندا، كتكون عارفه انه هنايا خصوصا هنا في مونريال يعني ما كتحسش بهذيك الغربه القاصحه، لانه الحمد لله كلشي كاين، اي حاجه بغيتيها، بغيتي الشبكيه، بغيتي المسمن، بغيتي خصوصا الطلبه، يعني اي حاجه خطرات على بالك كتلقاها كتباع هنايا، انت غير تشها، بغيتي البسطيله كاينه هنايا، بغيتي الرفيسه كيبيعوها هنايا، بغيتي كسكسو كيتباع هنا واجد، كنهضر على الناس اللي كيجيو يعني لي سيليباتير والناس اللي كيجيو مثلا طلبه كيتشهاو، هادشي كلشي كاين هنا في مونريال بكثره. المهم نكملوا التقضيه ديالنا، هنا كاين الشبكيه، الشبكيه خديت كيلو ديال الشباكيه ب 23 دولار كما كتشوفوا، ها هو كيلو ديال الشباكيه تادي من مارشي اطلس ب 23 دولار، ها هي. خديت كذلك شويه ديال البريوات، البريوات دايرين 30 دولار، خديت نص كيلو ديال البريوات، هنا كاين 15 دولار، 15 دولار ديال البريوات، ها هما كما كتشوفوا، انا كنستهلك الشباكيه اكثر من البريوات في رمضان. كذلك من الحوايج اللي كتحتاجو هنايا خديت المهم داكشي اللي كتبات ليا المدام، خديت الخيزو فوالا كما كتشوفوا، ها هو الخيزو هنايا. خديت كذلك بالنسبه ل يعني لي شوندويتش مثلا، داكشي معمر كيتحتاج ضروري الفلفله، ها هي خديت الفلفله كما كتشوفوا، ها هي الفلفله كتبري. خديت عاوتاني بالنسبه للعصير، خديت الليمون، ها هو الليمون ديال العصير، هنا خديت 8 ديال الليمونات ب 3 دولار، 8 ب 3 دولار، حتى هو من مارشي اطلس، 8 ب 3 دولار. شنو خديت عاوتاني؟ الزيتون، الزيتون كيتحتاج للبيتزا، كيتحتاج كذلك حتى هو المعمر، خديت هذه كما كتشوفوا، الزيتون ترونشي، الثمن ديال هذه 4 دولار و90 سنت، كما كتشوفوا، 4 دولار و90 سنت. شنو خديت عاوتاني؟ خديت
اللوز خديت 500 غرام ديال اللوز ب $8.44. ها الثمن $8.44. هنا كاين نص كيلو ديال اللوز فوالا، حتى هو كيتحتاج في الوصفات ديال ديالكم نتوما العيالات. هنا اللي كتبت لي المدام جبتو صافي. هنا كاين بالنسبه للورقه ديال البسطيله، كننصحكم حيت كاينين بزاف كياخذوا ديك مسلوقه ولا شي حاجه. المدام فايته جربات هذه صدقات ليها احسن وصغيره، يعني ما كتكونش شاده، يعني كتجي ديك بريوات صغيرين داكشي، ماشي بحال الفرا ديال المسلوقه كتكون كبيره. هذه مزيانه، هذه هاد الماركه، هذه مزيانه كيف ما كتشوفوا. المهم سالينا بهاد القفه هادي. هنا شنو كاين؟ $78 ديال هادشي كامل. المهم نرجعوا هادشي لهاد القفه هادي باش تبقى لنا لي سباس باش نوريكم لو غيست. الشباكيه، هذا الخيزو، هنايا البريوات، الزيتون، اللوز. ها هي هاد لافاكتور حطيتها مع اختها هنايا. الله حيد عليا هادي. ندوزو القفة الأخرى. القفة الأخرى شنو فيها؟ فيها الفروماج ديال الموتزاريلا، راكم عارفين البيتزا خص دار. شوف فروماج أساسي في رمضان. هادي خديتها من كوسكو، خديتها ب $12 من كوسكو، فيها كيلو شي حاجة، كيلو و 15 الغرام فوالا كيما كتشوفو. هذا الشيدار خديت هذا من كوسكو. خديت أوسي الموتزاريلا 500 غرام في الوحدة، هادو خديتهم $4.5 كانوا سبيسيال، 500 غرام نص كيلو في الوحدة. هنا موتزاريلا كما كتشوفوا، ها هي ثلاثة ديال الموتزاريلا كما كتشوفوا. وخديت اللحم الحريرة، خديت هذا الحريرة، خديت هذا الحريرة. أما اللحم ديال الطاجين وداك الشيء ديجا عندي بكثرة في الكونجيلاتور، الدجاج، البيلون، البواترين، كل شيء الحمد لله الرزق، يعني يعني ربي كيدير يعني كيدير البركه في الرزق في هاد البلاد هادي. شوف الا عندك القناعه راه هي كلشي، يعني كاين شحال من واحد يعني راه تيكون خدام خدمه مزيانه وكلشي والسالير ديالو ما تيكفيش. علاش؟ حيت ما كايناش القناعه، وفاش ما تكونش القناعه البركه ما تكونش في الرزق ديالك. الحمد لله ما عندناش واحد السالير اللي هو طالع، المهم عايشين عيشه متوسطه وربي يعني طرح لينا البركه في الرزق ديالنا. كاين هذا خديناه الحريره كما كتشوفوا، هادي شحال فيها؟ فيها 530 غرام، يعني نص كيلو و 30 غرام، نص كيلو 30 غرام ب $11 كما كتشوفوا، ب $11 هادو الحريره. وخديت كذلك السومو بالنسبه للناس ديال موريال. السومو راه كاين سبيسيال في بونانزا، هذا خديتهم من بونانزا، هذه التقديه ديال بونانزا. بونانزا حتى هو راه غتلقاو فيه كلشي، لي برودوي ديال المغرب كلشي غتلقاو في مارشي بونانزا. هذا في بونانزا راه كاين سبيسيال في كوسكو، وقال لي 19.81 سنت الكيلو. خديت هذه فيها كيلو شويه، تقامت عليا ب 20 و في كيلو 20 غرام، 20 و 21 سنت كما كتشوفوا الثمن ديالها. سمك السلمون. وخديت اوستي سيترون فوالا، خديت سيترون شحال كاين هنايا، 1 2 3 4 5 $2، 5 ديال السيترون ديال لي سيترون، 5 من هادو ب $2 من بونانزا كذلك، هادو حتى هادو من بونانزا. وخديت الكورجيت هادي، ما عرفت شنو باغا دير بها المدام، واش لا سوب ولا الله اعلم. المهم هاد القرعه هادي كما كتشوفوا هادي. واهم حاجه عاوتاني في رمضان هو البيض، البيض ها هو البيض، ها هو البيض الخوت، ها هو، ها هو البيض. وخديت البيض، خديت اكسترا لارج تبارك الله، راه البيضه كتكون كبيره اكسترا لارج كما كتشوفوا. شوفوا البيضه قداش تبارك الله، خديت هنا اربعه، كل وحده فيها 12، كل وحده فيها 12، خديت 4 من هادو. وما نساوش الخص، الخص حتى هو ما نساوش لانه مهم في لي سالاد، حتى لي ساندويتش حتى هو مزيان. وحاجه اخرى عاوتاني الشامبينيو، خديت هاد الشامبينيو هذا حتى هو مزيان في بيتزا في كلشي. هذه خديتها ب $4 قولوا $5، $4 و 99 سنت، $5 هادي، ها هي هاد الباكية هادي، هادي ب $5. وخديت لي زيبيناغ كونجلي، لي زيبيناغ كونجلي هما هادو، لي زيبيناغ تا هما كيتحتاجو في لي ساندويتش، كيتحتاجو بزاف بزاف ديال الوصفات كيحتاجو لي زيبيناغ. ها هي لي زيبيناغ كونجلي. وخديت هاد اللعيبة هادي مزيانة تاهي للفطور،
دي بشحال دي خديتها ب 4 دولار هادو ديال 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 البولي هاد اللعيبه هادي ديال البولي صافي هادشي اللي كاين هنايا دابا خصنا نشوفو غير لا فاكتور هما كاينين ثلاثه ديال لي فاكتور ديال ثلاثه ديال المغازات ها هما ثلاثه ديال لي فاكتور المهم دابا غادي نعطيكم التوتال وغادي تاخذوا يعني نتوما غادي تقارنوا واش هاد القضيه هادي اللي خديتوها في المغرب شحال غادي تقام عليكم فريمون هنا غتكون كثر سي سيغ سيغتان هنا المعيشه غاليه غاليه بزاف خصوصا في هاد السنه هادي فالمعيشه عرفت واحد الارتفاع ديال الاسعار اللي لا اله الا الله محمد رسول الله يعني الله مع الدرويش خصوصا الناس اللي كيجي هنايا في جداد اون فامي اكثر حاجه اللي كتصدمهم هي الكراء هنا هي الكراء ولا غالي 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 بزاف لدرجه اللي ما تقدرش يعني تصوروا حتى في الدماغ ديالك مثلا كتلقى شومبر دابا شومبر تخيلوا معايا شومبر وليتي كتسمع 1000 دولار 1100 دولار غير شومبر وحده يعني حنا راه جينا في الضو حنا الوقيته اللي جينا فيها راه كان الكرا رخيص كان يعني كانت الحياه رخيصه يعني اما هنا دابا الحياه فاش كتجي هنايا تيولي اوبليجي عليك تخدم لي السوايع زايده يعني تخدم جوج خدامي ولا شي حاجه باش يلاه كتجيب التعادل في اخر الشهر المهم انا غادي نحسبوا هذا الشيء ونقول لكم التوتال ديال هذا الشيء بشحال تقام عليا المهم الخوت نبداو باول فاكتور الفاكتور الاولى اللي مشيت ديال مارشي اطلس فيها 78 و 60 سنت ها هي الخوت ها هي كيف ما كتشوفوا يلا فوكيس 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 ها هي 78 و 60 سنت غنديرو نحسبوها 78 فاصلة 60 فوالا الفاكتور الثانية فيها 84 دولار 84 دولار انا نوريها لكم ها هي 84 دولار يلا فوكيس 84 دولار يلا الفوكيس يلا 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 المهم كنضرا بانت لكم ها هي هي هادي 84 دولار زائد 84 دولار ولا فاكتور الاخرى فيها 20 دولار ها هي 20 دولارا نوريها لكم بلاتي ها هي فوق صبعي ها هي 20 دولارا زائد 20 دولار يعني هادشي كامل تقام علينا ب 182 دولار 182 دولار كما كتشوفوا 182 دولار دابا غادي نشوفوها بالدرهم شحال كتساوي الدولار ندخلو جوجل دولار كنديان 182 نقول قلنا 182 هاي الدولار كنديان 182 182 شحال كتعطي 1351 درهم يعني هاد القضيه هادي تقامت علينا يعني في المغرب مثلا الا خرجتي تقدا وخديتي مثلا هادشي كامل واش غيتقام عليك ب 1351 درهم ولا اقل مي سي سيغ اي سيغتان غيكون قل لان هنايا اكيد على حساب النيفو دو في السالير ديال الدخل الادنى هنايا ماشي بحال المغرب المغرب راه تنظر الواقع على شي 13 درهم الساعه السالير مينيموم هنايا في كيبيك 16 دولار الساعه يعني لا مجال للمقارنه كيف ما كتشوفوا 1351 ها هي 1351 الا حولناه بالدرهم المغربي المهم الخوت كان هذا هو الفيديو ديالنا نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وهذا الشيء فقط داك الشيء اللي كتبت لي المدام يعني داك الشيء اللي خاصنا اللي ناقص في الدار اما الشيء الاخر كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو كل شيء كاين يعني بالنسبه للبيلون البواترين اللحم ديال الطاجين كل شيء كاين في الكونجيلاتور علاش لان في هذه البلاد هذه كتحتم عليك اي حاجه تاخذ منها بكثره لانه ما كاينش الوقت باش كل 3 ايام كل 4 ايام كل سيمانه كاع تما غادي مثلا تبدا تدور في مارشي وتقدا لانه خدمه ما كتخليش ليك الوقت في هاد البلاد نتمنى الفيديو يكون عند حسن الظن ديالكم ولا عجبوكم دي فيديو بحال ما هكا مثلا عندهم علاقه بالتقاليد ديال رمضان نبارطاجيو معكم مره مره فاكتبوا لي في التعاليق وحتى لهنا ما بقى لي نقول لكم تهلاو لي فراسكم كاملين والله يسهل عليكم اي واحد في قلبه شي حاجه كيتمناها ان شاء الله الرحمن الرحيم ربي غيستجيب ليه في هاد رمضان ان شاء الله في هذا رمضان ربي غادي يستجيب لي فقط الانسان ما عليه الا يجتهد ويدير السبب والكمال لله سبحانه وتعالى تبارك الله عليكم الخوت وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم.